أخبار اليوم. تمام الصدى والرسالة وحدات السكرتارية ننهيها في معارض الشرعية مش هدتين اللي بكون تمام، ولازم معادك الخلاعة دي، لازم معادك الخلاعة دي تمام، عشان نقدر النهاردة نطور الجهاز الإداري للدولة. النهاردة لازم نبدأ النهاردة بالسكرتير الرئيسي بقى، لأن أنت اللي فينا كل حاجة قدامك. وانا هدي لحضراتكم مثل بسيط جدا، لما في رئيس وحده المعصوم جمال هنا. ايوه لا انا سكرتير. ده النهارده احنا بنحارب اباطره الفساد في الدوله تمام، محتاجين رجاله في ظهرنا. انا مش هقدر احاربهم لوحدي مش الشرعية وقاعدين فيها ومرضين فيها وتاكلوا فيها ومسؤولين عنها زي ما انا مسؤول عنها، وانا النهارده هقدر احارب دول كلهم لوحدي ولا لازم اطلع رجاله؟ انا لو معايا رجاله كنت في الحديد، انا لو معايا اطلع رجاله. واللي كان مسكتني الفتره اللي فاتت دي ان انا ما كانش معايا رجاله في منتهى الامانه كده، وشفت انصاف رجاله موجوده عندي في الجواز وناس بتعمل حاجات لا حصر لها. لما وقت ما يبقى معايا رجاله النهارده في الجهاز الاداري بتاع الفنان المحليه افوز بيه في الحديد،